صابر يلا هو يلا اخي صابر 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 شو هو صابر لك صابر شو بدك شو بدك مني قوم فز على الشغل يلا مالك شايفني ماني حسنان مو حسنان قوم اخ شو كسر بدني شو على كيفك يعني قوم ورانا شغل قوم يلا عم شو ما بيحس يعني لك شو ها الله لا يهنيك بحياتك يا رب لك شو عم تعمل ما لك شايفني تعبان وما لي حسنان قوم الله لا يوفقك ايه لك الله لا يوفق من بين الاخوات العمى بقلبك صحيح شو صار لك انت شو صار لك يخرب بيتك خرب بيتك يا رب فلشتني لك شو هذولا قازوج قازوج لك الله لا يوفقك يا صابر الله لا يوفقك يا خليس لك شو عملت شو عملت الله لا يوفقك هيك تركني قسما بالله بخنق بدي اشرب لك بموتك بدي اخليك على الحشاش فهمت ولا لك اترك الله ما رح تلاقي شيء ما رح تلاقي شيء لا تتعب حالك هلا بنشوف قلت لي ما رح لاقي ما وشو هاد ايه هاي مو من اللي ببالك مو اللي ببالي؟ ايوه ايه مزبوط بنكبها لكان بس يفرج عنك بالسلامه ان شاء الله تبقى بكبها بايدك بالزباله بس زي ما عم قلك فكري اهو ما في يعني امتى؟ ما بعرف بدي اشوف شو واحد فهمان ماشي ماشي يا ست بسام ماشي لو كنت وجدك شو بدي اعملها ليش لا بتمون انت اخي الكبير فيك تعمل فيني شو ما بدك لك ليش عم يعمل بمين ليش بسام بسام فكني اه مو هلا لا تقول التوبه ما فشلت عينك الك ولا بدي لك التوبه طيب لا تقول التوبة
بس حليت برحمة أمك إنك ما عاد ترجع لهالشر لك أخي. لك بسام! بالأول لك تحلف، بعدين بدي أشوف حدا فهمان مشان أعرف قديش صار لك عم تتزهروا لهالسم الهاري. لك شو قديش؟ شو قديش ما قديش؟ هي أول النينة. كذاب! طيب الثاني. شفت أنا كذاب؟ طيب فكني، مشان الله تفكني. بوس إيدك إنه تفكني. لك أخي شو تبوس إيدي ما تبوس إيدي؟ أعطيني أنا بوس. أنا بوس إيدك بس من شاء الله بلا هالقصص. مدمن أنت مدمن. طيب فكني. توبي. وقد صار لك عم تتزهرمو؟ يومين والله يومين. ورحمة أمي. صدقتك أخي صدقتك. طيب فكني. لا ما فيني. بدي اسال حدا فهمان بالقصة. طيب ومين هذا الفهمان اللي بدك تساله؟ شو بيعرفني؟ بدي افكر شوف مين هو. ايه فكر على اساس انت فيك مخ وبتفكر. ايه بيصير. بس سام خذ هاي. خد العظمة. وما لقيت غير تجيب فروج. كول والمعنى. هاي بصير معنا انفلونزا الطيور. ما انت انفلونزا الطيور بحد ذاتها. عم تمالسك بس ها؟ عم تمالس؟ عيب عليك. كول. لك انا حلو بحقي طلقتني هند بالطريق وتسمعني كلام شروي غروي. شو قتلها؟ قاتل مو عيب عليه صابر يعشمها لسعدها بالجواز وبعدين يحمل درب طريق ويمشي. هند هيك قالت لك؟ ورحمة امي. وانت شو قلت لها؟ شو بدي اقول لها يعني؟ صار وشي اسود مثل الفحمة. بتكون هاي مو هند بتكون مروة بس انت مخربط. اي شو شايفني حشاش مثلك؟ لك انا حشاش ولا؟ اي طبعا لو ما انقذت حياتك كنت صرت حشاش. ايه قسم مو هي بارك تحكي معي هالحكي. مو انا اخوك الكبير. طبعا انت اخي الكبير. اساسا قلت لها هذا الحكي لهند. قلت لها انه صابر اخي الكبير ولازم تحترمي غصب عن اللي خلفوكي. صابر بمقام ابي وبدي يصير عمك حماكي يعني. ولمين انت قلت هالحكي؟ لك لهند شبك. وهي شو قالت لك؟ قالت لي انت بتمر يا ابو الشباب. ايوه يعني انت متاكد انه لهان؟ مو لباسمة ولا لمروة؟ ايوه روق. شلونك تمام؟ ايه أنا بورجيك يا بسام المس. لو ما بدك تهرب يعني. ايوه شو رأيك؟ بسيطة يا بسام المس. يعني وين بدك تهرب؟ ماني هربان. ما قصدك على الباب هون مثل الحارس مشان تروح على الصيدلية. لك ولا لك ما عرفت لها برحمة أمي؟ إيه ما بدي ليطمئن قلبي. إن شاء الله يبعث لك حمى بينصل لقلبك. مي شو؟ مرحبا بسام. شلونك؟ أهلين سعدة. شلونك؟ شو أخبارك؟ كيف الصحة؟ كيف حالك؟ ليش ما عم نشوفكم؟ هند عم تعذبك شي؟ ولا ما عم تعذبك؟ إذا عم تعذبك بس خبريني. لا أيوه والله ما عم بعذبك. إيه على راسي. هيك بدي اياكي ولا بيصير حديث معي انا شخصيا؟ ها امرك يا شيخ الشباب. شيخ الشباب على راسي. فوتوا لو رايحين. لا معلش يسلموا بنروح نجيب شغله وراجعين. يسلموا شكرا. سلم لي على صابر. الله يسلمك يا رب. خاطرك. اهلين الله معكم. مع السلامه. يلا جيبونا معكم بوزه. اكرم عينك. شو هذا؟ خسي. شو هذا؟ انا قولي بحلم ولا منام؟ لا مو منام. Thank you.
معلي على شو عم تدور؟ ضايع لك شيء؟ شلونك يا حلو؟ اهلين. قوم بنعرفي عنكم شب اسمه عبود. ايه في، شو بدك منه؟ وين ساكن؟ ايه شو بدك منه يعني؟ لك حبيبي انت يعني بزل لي وين ساكن. لك ايه انا بعرف وين ساكن، بس انت شو بدك منه؟ لا اله الا الله، لك حبيبي دلني وين ساكن وانت ما عليك، شو ذنب هالعي؟ شو هي ما عليك؟ ما عليك؟ زعلان؟ يا سيدي عليك ونص منيحة. ولا لك شوفي لك اخي لك شوفي لك شوفي اخذني غدر ابن الحرام منو هذا؟ ما شو معلها ما عرف ما شفت منو هذا حكي اخي منو ما شفته ولك اسف واحد حمار منو ولا انا هون ولي الله يوفقه اخذني غدر عند المساء غير شو ليش متخانين لا تنسى يوم الخميس عبود شو في الخميس مشان تروح معنا نطلب البنات صابر موافق طبعا موافق شو على كيفه يا سلام تعرف زريت لك ابني جرب شو حلو هيك ما قلت له ليش متخانين مشانك بسببك بسببي انا شلون هي عرب لي اياها لشو اخي ما بدي اعراب اجا واحد رزيل سال عنك قام ضرب وفقص لصابي ايه. قام هرب قام وقع قام اجيت انت بشرفي بحياتي كلها ما فهمت منكم سيره واحد اجا يسال عني فتل بالحاره سالكم ضرب صابر بوكس انا شو دخلني حدا يشرح لي مشان هيك سهراني لك مشان اذا رجع نعفته ايوه عمي بسام شلون كان شكله؟ ما شفته معني رغت وراها قسما بالله لو ماسكه ولا عملوا شيفتين ثلاثة يا ريت ماسكه على راسي يا شباب قدها يا ابو البيس على عيني الباكستان كله والله صابر من شان الله شلون كان شكله؟ لكمان لا ازعر ورزي لك اخي فهمت عليك والله مشان الله طويل قصير نحيف سمين قلي والله ما هيك شو كان شكله؟ شو كان شكله يا صابر؟ الله يذكرك بالخير يا غليس هذا اكيد الشاويش ها ايه تذكرت شكله بس رح اقول لك يا بس قبل ما اقول لك شكله اوعى دير بالك منه مبين عليه مجرم وقتال قتله يعني نس عم تنقط النجاسه من رجليه اوعى والله مثل الشيطان ماشي شباب اذا رجع مره ثانيه قولوا له عبود عند الوعود انا جاهز له بالقرنه اللي بده اياها بالوقت اللي بده اياه مساء الخير شباب أهلين أستاذ أهلين أستاذ وائل أهلين بابا الخميس أنا جاهز يلا شدوا حيلكم يلا رجب هو شو اللي خلاه يستملكني ضربني بقص وين ضربها هون لك هون على راسه وشو هون وقعت هون وقعت ايه ضرب على راسه تستاهلوا خاطري الله معك مع السلامة